الرحمن الرحيم. تاريخ اليوم 7/12/2017 من أمام متحف مسجد الشيخ زايد رحمه الله. طبعا هو ما شاء الله عمرانه عجيب، كأنه العجيب إنه ما شاء الله يلبسون الحريم هذا اللبس اللي كأنه لبس مغربي، جزاهم الله خير. هذا الدكتور عبد الرزاق أبو خالد ما شاء الله. تحفة تحفة عجيبة ما شاء الله. أبو خالد خلود ما شاء الله ما شاء الله صراحة ها شيء رائع ها. العجيب إنه خلوا الأجانب يلبسون اللبس هذا كنا مغربي ها. هم الظاهر عندهم اللبس هذا. ولاحظ هذا شنو لابسين، هذا ترى أجانب ها. لا يدشون هذا بس. عجيب صح، الناس كلها جاي تصور. وخالد طالعني